افهم علي، انا طول عمره الوضع في هاي الدار مش عاجبني. ابوك بركض 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 والعشا خبيزه، فقلت لازم اسخر طاقتي الابداعيه في هذه الخلطه، وهي ما شاء الله دعسه. ترى هذه الخلطه مش قليله يعني، مش بسيطه، ها مش تفتشروا، هذه بدها دكه دكه دكه، عكلك في بطنك كبرت عزك دكه، تركيز يعني. يعني المكادير لازم تبكى على الليبرة. شكرا ام فؤاد، ونكتفي بهذا القدر. كبرت عزك وين تكتفي؟ وانا ما خلصتش حكي. يما ابوس ايدك احتاجيني. ولا بعدكك لسه، وتقول الحمام زي خروجه. كبرت عزك لسه ما حكيناش، يا دوبك حكينا عن المكونات، هسه بدنا نحكي عن طريقة التحضير. كملي يما.